قول لي يا امير، حاسس بايه بعد 5 سنين في امريكا وكل الاحداث دي بتحصل في مصر وانت معانا على الفيسبوك بتتابع كل حاجه؟ احساسك ايه بقى وانت اول مره توصل ميدان التحرير؟ صدقني مش مصدق نفسي، يعني حلمت كتير باللحظه دي، يعني ان اكون واقف في المكان اللي كل الناس وقفت فيه عشان تطالب بحياه افضل. ان شاء الله هنوصل لها طول ما في تصميم، والواحد دايما عنده قناعه ان البلد دي فعلا ربنا حافظها، وياما عدى عليها ايام صعبه، بس اهلها مهما كان بان عليهم ان هم تعبانين، انما وقت الشده بيثبتوا ان هم قد المسؤوليه. واهم حاجه ما نحبطش وما نيأس، ونفضل نحاول ونحاول، وربنا مع الناس. كل ده يعني مش قادر اقول لك، وجودي بره مصر بيخليني فاقد للمصداقيه بشكل او باخر، بس صدقني الواحد حاسس بالناس وحاسس بهمومهم، وان شاء الله محنه وهتعدي. وكل الحاجات اللي كانت بتحصل في مصر على مدار السنتين ونص اللي فاتوا دول وانت هناك في امريكا قاعد لوحدك، كنت بحاسس بايه وكل ده بيحصل في مصر وانت مش قادر تشارك فيه من على قرب؟ طبعا ربنا الحمد لله يعني ادانا العالم، عالم التواصل الاجتماعي اللي احنا خليناه عالم تواصل سياسي، فيسبوك وتويتر، كان مخلي الواحد بقدر الامكان يحاول يتواصل مع الناس. انما طبعا الدم كان بيبقى اكتر حاجه بتوجع الواحد، انه يلاقي شاب نزل ساب ابوه وامه وما روح لهمش، دي كانت حاجه بتخلي الواحد يبكي، يعني يبكي كتير ويتخيل ان ابنه هو اللي في الموقف ده. الولاد اللي راحوا في بورسعيد، الولاد اللي راحوا في بورسعيد دول بالذات، لان دول اللي نزلوا يطالبوا بحريه، ولا ده عيل راح ماتش كوره ما رجعش، وغيرهم كتير. مين معلمش معاه مينا دانيال، مين معلمش معاه زياد بكير، مين معلمش معاه ابو ضيف جيكا، مش عايز انسى حد، كلهم بركه، كلهم بركه بمعنى الكلمه. يعني انا عندي كلام في الجاي. انت نفسك تشوف مصر ازاي بعد 5 سنين؟ مصر صدقني يا رجب مؤهله، انها عندها الامكانيات لو في اراده سياسيه حقيقيه ان البلد دي تمشي في تراك صحيح، ان احنا نعمل نموذج علمانية متفوق على دول بتعد من دول العالم الاول. وعشان ما حدش يفهمني غلط في كلمة علمانية، هو المقصود الدولة المدنية. الدستور بيرعى حقوق كل المواطنين بالفعل، وبيبقى على مسافة واحدة من الجميع. الكلمة اللي بنسمعها وعمرها ما بتطبق، حكاية على مسافة واحدة من الجميع دي. بس صدقني احنا عندنا مقومات ان احنا نعمل نموذج ناجح جدا 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 لو خلصت النوعية. البلد فيها كل الامكانيات البشرية والمادية والطبيعية، استثمار، سياحة، كل حاجة، وولادها بيثبتوا كل يوم ان هم وقت الشدة بيبقوا قد المسؤولية، بس لو يراعوا ربنا فيهم يعني. تمام، ألف شكر أمير، واستمتع بأجازتك في مصر. شكرا، وربنا تحيا مصر، واللي جاي أحسن بإذن الله. تحيا مصر.